السيد الوزير عندكم شي إضافة في هذا الموضوع؟ تفضلوا. سيدات والسادة النواب، في الحقيقة هذه مسألة ماشي سهلة ديال التعامل مع فيما يتعلق مثلا الناس اللي كنصيفطوا في رمضان، راه أربع شهور وخمسة كنطلبوا من القنصليات باش يعطيونا السمعات إلى آخره الفيزات، يعني التأشيرات ديالهم. كيصعب كل حال، هناك ظروف صعبة وكتزداد الصعاب رب نظرا للمخاز السياسي الداخلي اللي كاين. في الزيارة الأخيرة ديال الرئيس ماكرون كان عندي لقاء مع السيد وزير الداخلية، لم يعلن عنه في الإعلام، وتناقشنا على عدد ديال الأمور. هما مقتنعين، ولكن راه هما في سياق داخلي معقد، مقتنعين أن الإسلام معتدل، المغرب كذا كذا، في صالح الجميع. وقال لي من جملة ما قال لي، قال لي العلمانية كتصدمكم. قلت لي لا، قال لي كيفاش داك الشيء ماشي لا؟ قلت لي لأننا حنا علمانيون. قال لي كيفاش؟ قلت لي ما عندناش النصوص ديال 1905، ولكن اللي بغى شي حاجة عندنا كيديرها، لأن لا إكراه في الدين. بقى حلف. المهم قال لي، المهم راه صيفط لي رسالة اتصلت بها اليوم أننا باش نتلاقاو ونعاودو نستمروا. الظروف ماشي سهلة، كنقول لهم حنا معاكم لأننا حنا مع الاعتدال وحنا مع يعني الحرية وحنا مع، ولكن راه ظروفهم حتى هما ماشي سهلة. شكرا. شكرا للسيد الوزير المحترم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل إلى آخر قطاع مبرمج في هذه الجلسة، الوزارة المنتدبة لدى رئيس